من بعد صفحة الولادة من الخاصرة عام 2011 صفحة جديدة بخير إن شاء الله. شكراً مرتجى وللتراجيديا. خلينا أنا وأنت نحضر هالمشهد سوا. يلا. تمزح معك تقبرني؟ بلا عم تمزح معك؟ كل عادة يا بنتي عيوني. مشهد مقتل ابن أم معروف بمسلسل زوال، إخراج الأستاذ بوجهله تحية أحمد إبراهيم أحمد. هالمشهد ناتج عن إبداع أو حرمان؟ بكل صراحة حلو السؤال كتير. اثنين، حرمان، إبداع، ما عيب إني أحكي عن حالي، مو لأني متواضعة ما بصير أقول عن إبداع. ونتيجة اللي كنت عم شوفه بالحرب، والله كتير سؤال هذا هيك مربك، يعني انك شو بدك تحكي فيه، لانه بعتقد انه خلينا نحضر مشهد تاني لك ومنكفي. شكرا. اوكي. ابداع حارة القبة من اجمل ادواري، كثير بحب الدور اللي بيكون فيه كوميديا وبيكون فيه ليه دراما. عيونك لانه هذا المشهد كثير كان حقيقي، ووقتها زميلتي العزيزه الفنانه الكبيره ايمان عبد العزيز كانت عم تبكي عن جد. اف، وانا كنت عم ببكي عن جد. بتقولي ما كان بدي الا شقفه ولد. ما في مره ما بتحب انها تكون ام، هذا نصيبي، نصيبي الله كتب هيك. انا انسانه مؤمنه كثير كثير، اكيد في حكمه، بتمنى كان يكون عندي بنت تكون صديقتي هلا، ولكن ما له موجود هذا الشيء. عندي بنت اختي، عندي ابن اختي، عندي ناسي خوري، عندي بنات كثير بالوسط الفني واولاد. مالي مثاليه، بس انا حاولت لاقي حل لحاله الامومه اللي جواتي بانه انا هدول العالم اتعامل معهم كانهم ابنائي. ننتقل لصفحه جديده. اوكي. صفحة جديدة من كتاب الشهرة الخاص فيك، شكراً، شارع شيكاغو. هالعمل يلي شاركتي فيه، ولكن صار قصة مؤثرة بهالعمل خلال تصوير أحد المشاهد، حسيتي بوجع كتير كبير وصعب، حتى أنه كانت المرارة رح تنفجر لنقلوك دغري على المستشفى. شو صار وقتها؟ حقيقة يعني ضليت فترة متوجعة، وكل ما روح كان يكون التشخيص خاطئ إنه كولون، التهاب كولون، التهاب أمعاء، بس أنا ما عم نام، ما عم نام حقيقي، ما عم نام الليل، وعلى مسكنات مسكنات. ما أقدر وقف وقت طويل بالتصوير. وشارع شيكاغو من الأعمال اللي أنا كتير بعتز فيها، وبتمنى أرجع أشتغل مع الأستاذ محمد عبد العزيز لأنه هو مخرج كتير مهم. فهو الأستاذ محمد من المخرجين اللي يعني ما بيمرق وبده ياخذ المشهد مثل ما بده، وما في عنده ممثل بيتعب لانه هو ما بيتعب ما شاء الله عليه. فانا كنت فعلا اتعب، ووصل لمرحله انه انا ما قادره اوقف. وفي مشهد انا لهلا بتذكره انه انا دموعي بس عم ينزلوا من كتر ما لي موجوعه، بس انا ما عم بعرف شو بني، وانه انا رحت على البيت ما نمت، فقت، أسعفت حالي، ما كان في حدا وما بدي أخبر حدا، والدنيا كتير بكير. بتذكر أني أنا نزلت بالبيجاما وبالشحاطة، يعني بالمشاية، ونزلت وقفت تاكسي لأنه لدرجة ما لي قدران أسوق. وقفت تاكسي وقلت له خدوني على مشفى، أخدوني على المشفى، فوتوني على غرفة العمليات. بعدين لما طلعت قال لي الدكتور انه انا ضليت 4 ساعات لاستأصل المراره قد ما كانت ملتهبه وملزقه، وقال لي جمله، قال لي انا بدي اقول لك انه انت انسانه كثير صبوره لانك كنت متحمله كل هذا الالم. حقيقي كان كانت رح تودي بحياتك المراره، كانت رح تودي بحياتي، كانت رح تنفجر.